طيب هستأذنك ناخد اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية. سيادة اللواء ازي حضرتك؟ انا ما ادري ازاي. صح، اهلا بيك. يعني احنا بنتكلم عن النهارده اخبار من الصحف بتتكلم على تقنين الاراضي و يعني تقديم كشف حساب للجنة استرداد اراضي الدولة. فانا عايز اسال حضرتك، وعارف ان حضرتك مهتم بالملفات تقنين الوضع اليدي في الهيئة بشكل كبير جدا، وعملت لجان من شأنها يعني فحصت ملفات كتير ومشاكل كتير. قول لي سيادتك، احنا وصلنا في الملف ده لحد فين، وحررنا عقود في الفترة اللي حضرتك كنت موجود فيها لحد الو دلوقتي قد ايه؟ الو اتفضل يا سيادة اللواء. سيادة اللواء محمد، الو سيادة اللواء محمد، الو الو سيادة اللواء. طيب حاولوا تتصلوا بالسيادة اللواء محمد تاني. هنرجع للخبر نفسه، احنا بنتكلم فيه تقنين اراضي الدولة، والمحافظات خدت الملف ده للعمل عليه. يعني كل محافظة طلع لها تفويض بالتعامل على الاراضي اللي موجودة فيها علشان تيسيرا على المواطنين واسترداد حق الدولة. تمام. انا بقول لحضرتك، هي قصه كشف الحساب ده المفروض كل دلوقتي محافظ او كل مسؤول في مصر معاه ملف بيشتغل عليه، تمام؟ عشان القصه دي تبقى ناجحه لازم هو بركب على نفسه الاول، لازم يعمل كشف حساب، لازم ينزل. انا شايف ان برضو الملف بتاع استرداد الاراضي، شايف الجهات التنفيذيه شغاله فيه كويس جدا، شايف ان ما فيش حق، خلاص اللي ليه حق بياخده في الفتره اللي فاتت دي كلها. بس لا، هو الاهم ده كمان ان الدوله لما تدرك صعوبة الأمر على المواطنين، يعني ما ينفعش تبقى سايب الموضوع في إيد هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وناس تيجي من أسوان وناس تيجي من مطروح وناس تيجي من اسكندرية في مكان مركزي. لازم توزع الاختصاصات وتحاسب الناس. طيب معانا سيادة اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي للهيئة مرة أخرى. سيادة اللواء، بتكلم على ملف تقنين أراضي الدولة ومعانا الصحف بنستعرض بعض الأخبار فيها، فقول لنا سيادتك الملف ده حضرتك يعني كنت بذلت مجهود كبير فيه في كمان تقنين وضع الناس والمشاكل، وحضرتك عملت لجان مهمة في الهيئة وفحصت مشاكل كتيرة جدا وقدرت تنهي مشاكل كان بقالها عشرات السنين موجودة. وصلنا لحد فين في الملف ده سيادتك، وتم تحرير عقود قد ايه لحد دلوقتي؟ احنا وصلنا في الملف ده، يعني احنا الحمد لله هيئه الاسترداد اراضي الدوله عامله مجهود كبير جدا في هذا الموضوع، واحنا وصلنا مع المحافظات لاكثر من 400 عقد طلعوا من كافه المحافظات، ولجنه الاسترداد دلوقتي بتتابع عبر المنظومه، وبنستدعي المحافظين كل واحد في محافظته يجي يعرض المشاكل اللي بتقابل اعمال التقنين ايه، وبنبحث معاه المشاكل والحلول بتاعتها علشان نعمل دفعه لاعمال التقنين، لان احنا الدوله جاده جدا ان كل مواطن مقدم، فاحنا بنحاول ان احنا ننهي الموقف بتاعه، سواء لو هو يستحق التقنين هنقننه ونطلع له عقده، لو ما استحقش هنبلغه بالرفض الطلب بتاعه نتيجه ان هو غير مطابق عليه قواعد التقنين. القرارات اللي سيادتك اتخذتها في الفترة الأخيرة وهي تقنين وضع اليد بشكل كبير جدا للناس اللي عاملة زراعات جادية في الأراضي، وفحص اللجان كمان والتصوير الجوي، كل الكلام ده سهل على الناس، لكن فاضل جزئيات يا محمد بيه اللي هي الموافقات بتاعت الجهات. هو المواطن ملوش علاقة بالجهات، يعني المواطن يروح يجيب خرائط ويبعتها للجهات وينتظر موافقة الجهات؟ الموضوع ده لازم يبقى فيه تنسيق بينه وبين الهيئة وبين الجهات دي يا محمد بيه. هو احنا لغايه دلوقتي في التقنين احنا عندنا جهتين فقط هم اللي احنا بنشتغل معاهم دلوقتي، هي الري والقوات المسلحه. فاحنا القوات المسلحه احنا بنبعت للقوات المسلحه وبننسق مع المناطق المركزيه والجيوش الميدانيه علشان التقنين، عشان الارض ما تكونش متعارضه مع القوات المسلحه، ودي مسؤوليه المحافظه ومسؤوليه الهيئه، يعني مش مسؤوليه المواطن خالص، المواطن ملوش علاقه بهذا الموضوع. ما عادش المواطن بيجيب الخرائط ويروح هو للجهات القوات المسلحه او الري ويسعى لانه ياخد الموافقه، بيبقى التنسيق ما بين الجهه وبين الوزاره او الجهه بالضبط. الاخرى. بالظبط. طيب سياده اللواء، ده في اعمال التقنين يا ماهر بيه، يعني ده في اعمال التقنين المواطن ملوش علاقه، المواطن بيقدم على القطع بتاعته واحنا اللي بنبحثها، سواء المحافظه او الهيئه بتبحثها مع الجهه اللي هي تتعامل معاها عشان تجيب منها الموافقه. طب سياده اللواء، في ضوابط بقى للي مقدم على وضع يد
في طبعا اللجان بتفحص هو زارع امتى، زارع بقاله قد ايه، بندي له حق انتفاع، بدي له وضع يد من سنه 2006 من سنه 2016، بنحدد ده ازاي وبنكتشف الجد من غير الجادين ازاي. الجدية في الزراعة دي احنا عندنا مهندسين زراعيين شاطرين جدا يقدروا يدخلوا على الارض، لو اشجار يقدر يقول لك عمر الشجرة دي قد ايه وعمرها في الزراعة قد ايه، لو ارض محاصيل حقلية بيقدر يشوف الارض من طبيعة التربة، يشوف الارض دي اتزرعت من امتى وتاريخ زراعتها تقريبا امتى. فالزراعة الجدية احنا عندنا من الاليات ومن المهندسين اللي يقدروا يحددوا فعلا نوعية الزراعة. الحاجة الثانية والمهمة جدا، في حاجة اسمها المتغيرات المكانية، دي إدارة موجودة في إدارة المساحة العسكرية، ودي بتدخل بتصوير الجوي قبل 22/7، نشوف هل هو زرع قبل 22/7/2017 ولا بعد 22/7/2017 علشان نقدر نقنن لهذا الرجل اللي هو زرع عمر الزراعة دي قبل ولا بعد القانون. العنصر البشري بيبقى بيتحكم في المجاملات بين الناس في الموضوع ده ست اللواء ولا بيبقى حاسم؟ لا انت عارف طبعا القوات المسلحه ما بتهزرش طبعا، وما تعرفش موضوع المجاملات. لا طبعا القوات المسلحه طبعا بتقول الكلام بتاعها كلام مصدق تماما، يعني بالتصوير الجوي طبعا يا ست اللواء، طبعا بتصوير جوي، يعني هي القوات المسلحه يعني ما فيش مجال بقى ان احنا يعني الشغل لا الجدي خالص. واللي زارع هيتملك واللي مش زارع يوفر على نفسه الطريق. بالظبط كده. طيب هل في تضارب بين القوانين اللي بتعمل بها الهيئه؟ لان في الفتره الاخيره ظهر بعض الكلام ان في تضارب بين القانون 144 وقانون 148، هل في تضارب فعلا بين القوانين اللي بتشتغل بها الهيئه وفي يعني عمليه ارتباك فعلا؟ لا خالص، ما فيش اي ارتباك خالص، واحنا شغالين طبقا للقانون 144 وبنقنن الاوضاع بقانون 144 عدا الناس اللي موجودين في سيناء. اهالينا هنا ليهم قانون 14 سنه 2012 والقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48، وده احنا مستمرين فيه وشغالين، والناس اللي بتقدم طلبات دلوقتي بنستقبلها وبنبدا نفحصها عشان نقنن لهم طبقا للقرار الوزاري 48 لسنه 2017 وتعديلاته وامتداده حتى 2019 نهايه 2019. فده طيب شغالين بيه ده في سينا، انما باقي انحاء الجمهوريه شغالين ب 144. الناس اللي قدمت في اخر معدل التقديم كان 14/6/2018. يعني ما عندناش تضارب نهائي في القوانين، في العمل في القوانين، وان ما فيش ارتباك في هيئه التعمير بين القانون 144 وقانون 148، الكلام اللي احنا بنسمعه وبنشوفه لا ده. لا لا، الكلام ده كلام مش مظبوط وملوش اي اساس من الصحه خالص. وتيسيرات موجودة والقانون ده واضح، والقانون ده واضح والدنيا واضحة تمام للناس يعني. طبعا طبعا كله واضح ومفيش أي لبس أي حاجة خالص. حررنا كم عقد لحد دلوقتي ست اللي هو مع التيسيرات اللي اتعملت دي كلها في الفترة الأخيرة؟ احنا دخلنا في أكتر من 450 عقد، وعايز أقول لك في يعني بين المحافظات، وفي شدية جامدة جدا مع السادة المحافظين، بحيث إن لجنة الاسترداد بتجيب مجموعة من المحافظين وتشوف ايه اللي تم وايه اللي راح. يعني عايز اقول لك في متابعة جدية جدا من لجنة الاسترداد، علشان ان شاء الله هتلاقي طفرة كبيرة جدا، كل المعوقات اللي كانت بتقابل المحافظين بدأت تتحل، وبدأنا نحل معاهم كل المشاكل اللي بتعترضهم. فهتلاقي الفترة اللي جاية دي ان شاء الله في طفرة كبيرة جدا في تحرير العقود، وكلها اتحلت علشان نقدر نجتاز المشكلة دي ونخلص الله في اسرع وقت. سياده اللواء محمد حلمي، انت سيادتك اول رئيس او مدير تنفيذي لهيئه التعمير يقدر يسترد مبالغ كبيره جدا من مبالغ مستحقه لهيئه التعمير كانت موجوده عند الناس، وده من خلال لجنه عملتها مهمه جدا، وهي لجنه فحص الشكاوى، ان المواطن يتقدم يوم الاحد يوم الاثنين يكون قاعد مع سيادتك شخصيا وبيبحث مشكلته مع موظفين الهيئه. قدرت تعمل ده ازاي؟ وده كان المفروض يعني يبقى معمم بشكل كبير ويبقى فيه تسهيلات كمان عن كده ازاي؟ والله زمار، انا يمكن لما قلنا نقعد ونعمل ونحل مشاكل المواطنين دي كانت فرصة كبيرة جدا ان احنا نتعرف على المشاكل بنفسك وانت بتشوفها رؤية العين، والمواطن يواجه اللي عنده المشكلة، يواجه المسؤول على ارض الواقع، ما يبقاش الكلام كلام ايه نظري ونقراه من ورق والكلام ده، يبقى كلام واقعي. عايز اقول لحضرتك احنا حلينا مشاكل كبيره جدا
واستردينا. يعني انا اقول لك على موضوع بس واحد يمكن بسيط قوي، جمعيات بورسعيد جنوب بورسعيد دي مشكله كانت كبيره جدا، مشكله كانت من سنه 88، يعني بقى لهم 30 سنه 31 سنه المشكله دي، حقوق الدوله لم تسترد وعقود ايجار منتهيه، ورغم ان في قرارات مجلس اداره وتحديد اسعار، ورغم ذلك للاسف الشديد ده حتى الاحكام يا ست اللي هو قدرت تنهيها وبشكل قانوني. انا عايز اقول لك يا ماهر بيه، الاحكام اللي كانت موجوده دي كانت بتكلف الهيئه ملايين سنويا، عشان بس ان احنا ايه، ان احنا نتابع هذه الاحكام. طبعا احنا اولا الحمد لله نهينا وكل الناس تصالحت مع الهيئه، استردينا اكتر من نص مليار جنيه خلال الفتره اللي فاتت، حررت عقود لعشر جمعيات، وفي ثلاث جمعيات اربع جمعيات بنعمل لهم معاينات دلوقتي، وان شاء الله نحرر لهم برضو العقود بتاعتها. عايز اقول لك يعني في استجابه الحمد لله قويه جدا، احنا عبر السنه اللي فاتت احنا محققين اكتر من مليار ونص، فيعني يعني الحمد لله رب العالمين. المشاكل اهم حاجه ان انت تسمع مليار ونص، ده رقم اول مره نسمعه في هيئه التعمير ان يسترد يا ست اللواء، فكل الفضل لحضرتك وجهد حضرتك. ولكن لما يبقى فيه بقى احكام، انت سيادتك استعملت روح القانون في العمل، وده شيء عظيم جدا، والمفروض المسؤول او اي موظف في الدوله يستعمل هذا النموذج اللي حضرتك استعملته. بيبقى عندي قانون او حكم صادر وعندي مشكله ارض مزروعه، انت سيادتك عملت مفاوضات مع الناس وحليت وطبقت القانون وروح القانون كمان. يعني لكن في بعض الموظفين عند سيادتك في الهيئه بقى، لما يبقى في صادر حكم معين، حكم نهائي وبات، ودي حالات موجوده، يقول له لازم تعمل له معاينه على الارض. طيب في واحد من المبتزين اللي قاعدين واضعين يدهم على الارض مش راضي يطلع من الارض، يقول له لو نزلت ولقيته على الارض هقول تعذر تنفيذ الحكم القضائي، يبقى انا بمكن البلطجي على اللي له حق واخد حكم كمان. بص يا ماهر، انا عايز اقول لك الفساد كان مستشري بشكل كبير جدا، وممكن يكون هو اللي مكلمه في التليفون يقول له اللجنه نازله استناهم في الارض هناك. اتفضل يا ست اللواء. الو، اتفضل يا ست اللواء. سامعني يا ماهر بيه؟ سامعك، اتفضل يا ست اللواء. بقول لحضرتك الفساد بدا يتقلص، انما يعني لو اقدر اقول لك انه اتمنع ده يبقى كلام مش مظبوط، انما اللي هم عارفين كويس قوي ان اللي هيقع انا مش مسمي عليه ومش هسيبه، لان اي فساد واي حد بيحاول يدمر او ان هو يحاول يعوق استرداد حقوق الدوله انا مش هسيبه، ولسه محول حاله يعني مجرد بس ما سمعت ان فيها شيء من حولتها على طول على الرقابه. فانا عايز اقول لحضرتك انا مش هسيب بني ادم يتلاعب بحقوق البلد وان هو يعطل المسيره ان احنا نسترد حقوق الدوله، فده موضوع ما فيهوش هزار وما فيهوش تهاون خالص. انا عايز اقول لحضرتك يا سياده اللواء ان دعوات الناس هي اللي قاعده لك، والناس كلها بتدعي لك، لانك اول مدير تنفيذي يجي الهيئه يقضي على المشاكل ويجيب صاحب المشكله يقعده قدامه ويقفل باب الرشاوي في هيئه التعمير. فكل التحيه والتقدير لحضرتك سياده اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لهيئه التعمير، بشكر حضرتك جدا على المداخله معانا.